بس انا عندي بقى سؤال كده، بشره بقى عامله ايه في البشره؟ تهتمي بيها ولا ليكي روتين في البشره ولا؟ لا انا ماليش روتين، انا هو مش بكسل ولا حاجه، بس هي الفكره انه انا بحط ميك اب كل يوم عشان يبقى فيه تصوير وفي حاجات، فلما بيجي لي مزاج بقى بالليل كده ممكن اعمل سكراب او ممكن احط ماسك، لكن غير كده لا مش مهتميه قوي بصراحه. انا وانا بقول لمنى بكره هنعمل مع بعض وصفه وبنتكلم كده، فقالت لي انا عندي مشكله. قولي لهم بقى انت مشكله. انا عندي مشكله في الوقت. يعني انا اي علاج او اي حاجه بالنسبه للحبوب او كده فبحس ان هي بتاخد فتره طويله قوي عقبال ما اعالجها. في مشكلتين، اول حاجه انه مثلا انا بكره عندي فرح، ففي حبات المناسبات دي اللي هي بتبقى كبيره قوي. ايوه دي بتطلع أيوة. على طول ملهاش علاج في نفس اليوم. دي هنعمل لها أيوة. دي تعملها توم على طول، تقطعي فص توم بالنص كده وتحطي على الحبايه وتسيبيها تاني يوم الصبح تصحي ما تلاقيهاش على طول. بس هي بقى منى قالت لي انا عندي مشكله الوقت، يعني ما بحبش اعمل روتين طويل، انا سريعه جدا طول يوم بره، طول وقت عندي تصوير، فبرجع على طول عايزه بسرعه احط حاجه على وشي بعد ما انضف وشي وانام. فقلت لها بصي بقى يا منى انا هحل لك مشكلتك ومشكله بنات كتير اللي احنا ما عندناش وقت خالص، فاحنا بنعمل حاجات بسرعه جدا، وهنعمل سيروم للبشره هيناسب بشره الجافه، البشره الدهنيه، البشره المختلطه، كل انواع البشره في عبوه واحده، نغسل وشنا بالليل ونحطها عشان وشنا الصبح يبقى وننام بقى وخلاص. لان فعلا الوقت بقى ضيق جدا. احنا هنستخدم بقى في الوصفه دي هنعمل ايه؟ زيت لوز حلو، زيت جنين قمح، وزيت الارجان، زيت الليمون، وهنحط كمان معاهم جل صبار وفيتامين اي. هنعمل ايه بقى؟ هنحط معلقتين، ثم نسيوا يجيبوا معلقه، فهنحط معلقتين من كل نوع زيت من الزيوت اللي احنا قلنا عليها دي، زيوت دلوقتي هتظهر على الشاشه. هنحط زيت لوز حلو، وزيت ارجان، زيت ليمون، وزيت جنين قمح، وفيتامين اي، وجل الصبار. هنحط معلقتين من كل نوع زيت، اوكي، وهنفتح 10 كبسولات من فيتامين اي. هنخلطهم كويس جدا الزيوت كلها مع بعض، وبعدين نحط عليهم ثانية واحدة معلش معلش هنحط عليهم نص عبوة جل صبار. طبعا الزيوت اللي انا مستخدماها دي من اورا، لان زي ما قلت لكم قبل كده مهم جدا الزيوت بنجيبها منين. يعني برضه يا منى لما تيجي تجيبي حاجه ما تجيبيش غير من اورا، يعني ثقه جدا ان انت تبقي واثقه في البراند اللي انت بتجيبي منه، وحاجه واثقه في الزيوت، لان الزيوت لما بتكون بيور بتفرق جدا جدا في الافكت اللي هيطلع على بشرتك. هنحط عليها نص عبوة جل صبار. زيت اللوز الحلو بيفتح جدا جدا الهالات السوداء، واحنا كنا بنشتكي منها مع السهر والارهاق ومشاكل البشره والبقع الغامقه دي بتبتدي تظهر. زيت الليمون مطهر قوي جدا للبشره. الارجان وجنين قمح مضادات اكسده، زي ما منى كده بتقولي كل يوم بحط ميك اب واخرج فالميك اب كتير بيبوظ وشنا، وده اكيد انت بتحسي بيه. جدا مضادات الأكسدة بقى دي بتحمينا من ان احنا يحصل لنا بشرتنا تتأثر بالعوامل الجوية. هنخلطهم كويس جدا مع بعض بس ما فيش معلقة، ونبتدي نحطهم في عبوة زي دي، عبوة غامقة مش فاتحة، عشان الزيوت بتتأكسد مع الإضاءة. لو انا عنديش عبوة غامقة اخد العبوة الفاتحة دي والفها بالفويل بتاع الأكل. هتحطيها ولا مش هتحطيها؟ هحطها بس على حسب كمية قد ايه. هتحطي بقى ايه؟ برافو. هنخلط الخليط ده كويس جدا، هنسيبه 24 ساعة مش هتستخدميه منه خالص، يعني هديهولك النهاردة هتسيبيه لحد تاني يوم في نفس الوقت، وبعدين تبتدي تستخدميه عشان الزيوت تبقى كلها تختلط مع بعض. أوكي. تبتدي بقى ان انت على وش نظيف كل يوم بالليل تغسلي وشك بالصابون الطبيعي. احنا في معانا مثلا هنا دلوقتي انواع صابون مختلفه جدا. انت بشرتك نوعها ايه منها؟ مختلطه حلوه جدا جدا ليها. ليمون والنعناع بتقلل الحبوب، لان انت اكيد بيطلع لك. انا عندي واحده. ايوه بنتي. ايوه انت جربتيها صح؟ أيوة. ايه رايك؟ حلوه قوي. النعناع صح؟ لا الليمون. الليمون عندي. نعم. هتغسلي وشك كويس بالصابون. عندنا خشب الصندل، لبن الجمل، بحر الميت، القرفة. لو أنا حد عنده تجاعيد وبيشتكي كتير جدا من الخطوط التعبيرية حلوة جدا ليها القرفة. كل أنواع الصابون دي بتنظف الوش كويس جدا، بتخليه رايق جدا وناضر جدا. وعلينا نبتدي بقى نحط الوصفة زي ما قلتي لي هنحطها قد إيه؟ مرة واحدة. انت قلتي مش عايزه حاجه. مش عايزه. بصي انت قلتي مش عايزه حاجات كتير، فانا بصي خلطت لك كل حاجه اهو في حاجه واحده هتحطيها بالليل بس. تمام. الموضوع مش هيبقى اصحى من النوم اغسل وشي مجهد خالص. لا احط الميك اب بتاعي وانا تمام. ما تصحي من النوم بقى تغسلي وشك. ايوه. وتنضفي كويس جدا الزيوت اللي انت حطاها بالليل. هو اوريدي الزيوت ابتدت اتشربتها البشره وعملت افكت حلو جدا. عايزه اقول لك السيرم ده بجد انا لما بحطه اسبوع يا منى بيفرق جدا جدا
في وشي يا بنات هتحسوا بفرق. احنا هشوف منا هخليها تقول لكم بقى بعد اسبوع هتطلعي وتقول لنا تعملنا فيديو وتقول لنا ايه الاخبار، عمل ايه في بشرتها، بيفرق جدا جدا، بيديني نضاره حلوه قوي، بيرطب البشره، بيديها حيويه كده ونشاط، وده كلنا احنا محتاجينه لان فعلا بشرتنا بتتاثر. كمان ممكن بقى يا منى يعني تيجي على نفسك شويه وتعملي الماسكات الطبيعيه في البيت مره حتى في الاسبوع. بصي والله انا ساعات يعني ساعات بعمل كده مره في الاسبوع او حاجه. قولي لنا ماسك حلو كده بتعمليه. لا انا بحط الماسكات اللي يعني بتيجي جاهزه، مش بعمل حاجات طبيعيه يعني. هو الكوري ده بحطه على وشي واروح نايمه شويه واصحى اغسل وشي خلاص. ما بقى اصلا انا مش بحب ملمس الزيوت والحاجات دي. بس على فكره بقى عشان كده برضو دي ملمسها جل اكتر يعني. انت لما عشان كده حطيت لك جل صبار لما انت قلت لي كده امبارح، انا عايزه حاجه برضو تكون ما احسش ان انا بشرتي فيها زيوت كتير مزيتها كده الحاجات دي، فقلت عشان خاطر منا بقى انا اعمل لها حاجه النهارده سحريه بقى ما فيهاش زيوت، تخلي بشرتي حلوه جدا، نحطها مره واحده في اليوم تديني افكت حلو. بصي عملتي كل حاجه مالكيش حجه تحطيها بقى ان شاء الله. فالوصفه دي بجد حلوه جدا، جربيها هتفرق معاكي قوي. ماشي قولي لي بقى مثلا ماسك حلو كده بتعمليه، انت قلتي لي في الويك اند بس هو بس اللي انا ما اعرفش وصفات حاجات بتتحط على بعض، كل اللي انا اعرفه ان مثلا الماسك ده حلو لنضاره البشره بروح واخداه حاطاه. طب انت جربي بقى ان انت لما تروحي وتشيلي الميك اب من على وشك ان انت تحطي عسل، جربي العسل هيفرق معاكي جدا. ابيض ولا اسود؟ الابيض حلو قوي، هتلاقي بجد نتيجه حلوه جدا، بيروق الوش جدا بعد الميك اب. كنا بعد الميك اب بتلاقي البشره اتشربت بلاوي من الميك اب اللي احنا حاطينه، فبتلاقي فرق قوي قوي في بشرتك بعد ما بتحطيه. والتلج من الحاجات المهمه قوي بالذات لبشرتك المختلط، عشان الحبوب اللي ممكن بتظهر لك في منطقه التيزون بتقل جدا مع التلج، بيقفل مسام فبيبتدي يقلل. ده في اي وقت؟ الصبح قبل ما تحطي الميك اب. اوكي يعني قبل ما تغسلي وشك كده وتنضفي بالصابون بقى اللي انا هديه لك برده تجربيه، هتقولي لي بقى الاخبار. اوكي قولي لي بقى منى اخر حاجه بقى، عايزه اعرف انت بقى الفتره اللي جايه ايه اكتر حاجه نفسك تعمليها؟ يعني اكيد انت في مرحله اصلا لسه بتبتدي، يعني لسه قدامك كتير، انت لسه ما خلصتيش دراسه صح؟ لا انا لسه في ثالثه، ثالثة تجارة عين شمس. قدامك بقى ان شاء الله حاجات كتير تحققيها ان شاء الله. ربنا يوفقك. بجد اتبسطت جدا جدا ان انت معايا النهارده، كانت حلقه مختلفه والوصفه جميله ومختلفه وبسيطه. ان شاء الله تبقي معانا كتير. ميرسي يا منى. ميرسي ليكي، انا كمان اتبسطت.